يعني هون الخطر افانسي لاديو بيل من اجملهم كون تو دانس مثلا وغايا بتقلك بيل بيي بس بيل بحبه وجو سو ديجا على ان كونسير يا دو زون حاضرته من قبل حاضرينه ببيت الدين نعم رائع جدا خليهم ينبسطوا كلهم بصوا لينا هو أهم مغني كندي فرنسي حالياً خصوصاً عند النساء اشتهر بنبرة صوته الغير اعتيادية ودور كوازيمودو اللي لعبه برائعة فيكتور هوغو نوتر دام دو باري بلجنة حكم برنامج العالم ذا فويس هو الأقرب لقلب الجمهور والمشاركين أحب لبنان من كل قلبه وصار له عدة محطات فيه هو أكيد المغني والموسيقي العالمي جارو اللي كان له وقفة مرة جديدة بلبنان وهالمرة بمهرجان سامر ميسك فاستيفال بدورته الرابعة اللي افتتح فعالياته مع جارو لينهي مع الفنان اللبناني العالمي مارسيل خليفة وابنه رامي خليفة Vous avez aucune idée à quel point ça nous fait plaisir d'être ici ce soir. Ça fait deux ans qu'on n'a pas joué ensemble. On n'est pas du tout sur une tournée cette année. Mais quand on m'a demandé de venir jouer au Liban, je ne pouvais pas dire non. Parce que cette histoire d'amour qui est entre nous, elle est spéciale. On est très heureux de revenir prendre la route ici comme des gitans. Je rêvais enfant de l'Invalide comme un gitan. Je voyais des plages de sable noir courir sur vos sauvages. Quelle scène à Manjib International Artist? هالسنة عنا جارو أول ليلة وتاني ليلة عنا مارسيل خليفة أول ليلة فولت يعني ما في كرسي تاني ليلة كمان عم بينبيعوا تيكتس ريلي فاست ما بقى في غير 30 تيكت جو كتير كتير حلو الناس عم تجي من الساعة 7 على سانسيت بار عم بياكلوا ويشربوا وهلا سون رح يفوتوا على الكونسرت بحب صوته كتير وبحب كيف يعني عنده هيز اوريجينال سونغز بس كمان عنده اذر سونغز كفرز بغيرهم بيطلعوا بيعقدوا معه سو ذاتس واي بيلعب بالاغاني سو بيعطي هيز اون تريس يعني اول شيء بيت مسك رائع كتير رائع جدا 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 اول مره بنجي وأول مرة بنحضر جارو هون مثل ما شايفين الأجواء عن جد كتير حلوة كتير مهضومة جو هيك كتير كوزي ومهضوم جارو بتصور يعني ما بده مين يحكي عنه يعني روعة كتير حلو المحل وكتير الأمبيانس حلوة وبنصح كل العالم يجوا وجارو أصلا معروف يعني فإنه everyone رح يقصدوا ويجوا حلو مش أول مرة بنشوفه على طول بنشوفه وكتير مهضوم وي ار براود انه جارو هون جاي على لبنان بنشوف حالنا انا الفستيفال تقريبا كل سنه بيجي بحضر مره وجاي احضر جارو كرمال بناتي لانه بحبوه وبنحب الفيوتشر كمان مجمع بيت مسك وسط جمهور هائل افتتح الأمسية أولا المغني اللبناني الشاب أنتوني توما اللي قدم مجموعة من الأغاني الإنجليزية والفرنسية الشهيرة حاليا ليرجع يستلم جارو فرقته الموسيقية المسرح ويقدموا مجموعة كبيرة من أهم أغاني نذكر منها بيل سول سو لو فان لا ريفيير دو نوتر انفانس وغيرهم وليكون مجيء جارو إلى لبنان دليل واضحة أنه البلد بألف خير والسياحة والمهرجانات كذلك الأمر Pour les voyages, pour les voyages, pour les voyages.
كتير حلو. لبنان معروف لهالمناطق السياحية، الطقس حلو فيها، وفيري جود ارتست بيجوا مثل جارو، مارسيل خليفة، وغير فرجانات اكراس لبنان كمان. كل شيء هون حلو، كل شيء منظم، واكيد يعني بنحبه لجارو. الاجواء كتير كتير حلوة بتعقد، جارو مشهور وبنحبه كتير من زمان. يعني مثل انا لبنانيه وعايشه برا، كثير بيعني لي هدول الفستيفال وبيطلعوا مستقبل لبنان، بفرجوا صوره حلوه للبنان برا، لانه الاخبار ما بتحط لنا الا كل شيء سيء. يعني العجقه كثير قويه، بس اجمالا اوفرول كل شيء حلو. بنصح الكل يجي لانه كثير عن جد حلو الفستيفال، وكثير هون جو حلو، بيت مس كثير كول وهيك. ولكل العالم اللي جايين يقضوا الصيفيه بلبنان او من اللبنانيه، بنصحكم كلكم تجوا، لانه الامبيانس والجو كثير حلو وكثير فريش وهيك، وفي فستيفالات كثير حلوين. يو هاف تو كم.